رئيس الوزراء إبراهيم بدكي ألبير يستقبل الرئيس باسة منظمة الهجرة الدولية في جهة التعاون القائم بين الحكومة الشادية ومنظمة الهجرة الدولية. وزيرة الإعلام مادلين ألينغي قامت صباح اليوم بزيارة إلى سنوية القلب المقدس، وذلك في إطار فعاليات شهر القراءة والكتاب الذي تنظمه وزارة التنمية السياحية. اختتام أعمال صالون الكفاءات والعمل بحضور بعض من أعضاء الحكومة والشخصيات المدعوة وجمع عدد كبير من الشباب. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا النشرة الرئيسية لهذا المساء من الفضائية التشادية. استقبل رئيس الوزراء إبراهيم بدكي ألبير رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في تشاد، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة التشادية ومنظمة الهجرة الدولية خاصة في إدارة شؤون اللاجئين. خالد موسى الحاج. تعتبر منظمة الهجرة الدولية شريكاً أساسياً للحكومة التشادية في إدارة شؤون اللاجئين والنازحين في تشاد، وتأتي زيارة رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في تشاد مارتينو كاغايلا رئيس الوزراء بهدف بحث المسائل والقضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التي تقوم بها المنظمة لصالح اللاجئين والنازحين فوق الأراضي التشادية. وخلال المقابلة أطلع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تشاد مارتين أوكاغا أطلع رئيس الوزراء على الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في إطار مساعدة اللاجئين والنازحين في إقليم البحيرة ودورها في تعزيز إدارة الحدود من خلال إنشاء نقاط مراقبة في منطقتي دابوا وليري، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته المنظمة في توطين وإدماج التشاديين العائدين من جمهورية أفريقيا الوسطى والمساهمة في متابعة مسار النازحين. رئيس الوزراء إبراهيم بدكي ألبير أشاد بجهود منظمة الهجرة الدولية وأكد على أهميتها كشريك للحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تصب في صالح اللاجئين والنازحين، كما أوضح استعداد الحكومة والوزارات المعنية كالدفاع والأمن والتخطيط للتعاون الوثيق من أجل إدارة مسائل اللاجئين والنازحين. مارتينو كاغا الذي قدم إلى رئيس الوزراء خلال هذه المقابلة منسق المنظمة في تشاد قال إن منظمة الهجرة الدولية بالتعاون والتنسيق مع فريق منظمة الأمم المتحدة وفي إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تعملان على مساعدة الحكومة التشادية لتحقيق أولوياتها في إطار خطة التنمية الوطنية وتقديم الدعم الإنساني للاجئين والنازحين. وأضاف شاكرا الحكومة التشادية على دعمها للمنظمة في إطار تنفيذ برامجها ومشاريعها الخاصة باللاجئين والنازحين في تشاد.